قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الكفار ينسبون لله الولد، زي مين؟ زي النصارى بينسبوا لله الولد ويقولوا إن عيسى ابن الله. قالوا اتخذ الله ولدا. وبرضو المشركين كانوا بيقولوا إن الملائكة بنات الله، يبقى قالوا اتخذ الله ولدا. واليهود، طائفة من اليهود كانت بتقول إن عزير ابن الله. دول كلهم نسبوا لله الولد، وهذا في حد ذاته كفر فظيع، إنه ينسب لله ولدا وربنا ليس له ولد. قل هو الله، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هو كان لي زوجة عشان تقول اللي هو لي ولد؟ ما هو الكلام ده يتبعه اعتقادات في منتهى البطلان في حق الله عز وجل، كلمة فظيعة شديدة قبيحة. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يبقى كلهم عباد لله، محدش يقول لي واحد منهم ابن لله أو ولد لله، هذا الاعتقاد كفر بالله عز وجل. قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، أي تنزه الله عن ذلك البطلان، ده قدح في ربنا ونقص لربنا تبارك وتعالى، فربنا بينزه نفسه عن هذا النقص، لأن ربنا مش محتاج لولد عشان يكون ولد، ولا يحتاج إلى شيء، كل الخلق يحتاجون إليه ولا يحتاج لأحد منهم. هو الغني، غني عن كل المخلوقات سبحانه وتعالى، كل شيء فقير إليه، كل شيء ملكه وخلقه. اوعى تقول إن حد من خلقه ابن لله، ده كلام باطل. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا. إن عندكم من سلطان بهذا، إن هنا بمعنى ما، يعني ما عندكم من سلطان، يعني برهان وحجة. ولذلك احنا بنقول للنصارى فين البرهان والحجة ان عيسى ابن الله؟ وازاي يعني بالمنطق ان اله يكون لابن؟ فليس لديكم سلطان ولا برهان، وانما اختلقتم هذا الكلام من عندي انفسكم ومن تلقاء انفسكم. نستغفر الله من هذا الشرك الفظيع، إنما نحن نؤمن بالإله الكامل سبحانه وتعالى الذي هو الصمد، يحتاج إليه الناس ولا يحتاج إلى أحد، كل الخلق فقير إليه وهو الغني سبحانه، لا له ولد ولا له صاحبة، شتان بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما ينفعش تنسب لله شيء لم يثبته لنفسه. يا إخواننا إحنا كمسلمين، شوف بقى الفرق بيننا كمسلمين وبين أي ملة أخرى، إحنا ممنوع نقول على ربنا حاجة ما لهاش على نفسه،
او ما لاش عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما دام الصفه مش موجوده في الكتاب والسنه ما نقولهاش، ما نعرفش، نتادب جدا مع الله عز وجل. مش نقول ربنا بيمرض وربنا بيبكي زي في العهد القديم والعهد الجديد، وربنا له ولد وربنا كذا وكذا. ده احنا يا ابني ما نقدرش نقول صفه حتى لو صفه طيبه في حق الله بدون دليل، خوف ان الصفه دي تكون صفه نقص في حق الخالق. ما هي صفه كمال في حق المخلوق، لكن قد تكون صفه نقص في حق الخالق. وربنا ليس له مثيل عشان نقيس عليه فنقول له مثيل، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فنقول لا. نثبت لله فقط ما أثبته لنفسه من الأسماء أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ما نجيبش حاجة من عندنا. اللي موجود نقول بيه ربنا هو الأعلم بنفسه، فهو اللي أخبرنا عن نفسه، فاللي أخبرنا عن نفسه ده نتوقف عليه ونختصر عليه. مش نقول كده كلام متهور ونقول له ابن وله صاحبة وأم الإله. سيدة مريم يقولوا عليها أم الإله، يعني أم ربنا، ده حاجة في منتهى البشاعة. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يدخلون جنة الله ولا يسلمون من عذاب الله. متاع في الدنيا اللي هم فيه ده متاع مؤقت زائل، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وفي كفر أشد من هذا، نسب النقص إلى الله وسب الله عز وجل وافتراء الكذب على الله. طب ده عقوبته ايه؟ العذاب الشديد يوم القيامة بما كانوا